السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى تكونوا بخير ومهنيين وصحتكم لاباس. اليوم راح نشارك معكم وصفة تيراميسو، وصفة اقتصادية وبنين بزاف، سهل وسريع في التحضير وما ياخذ منكم لا وقت ولا مجهود. ننصحكم تجربوه بهذه الطريقة، خاصة اللي عندهم حفلات النجاح. ما نطولش عليكم وعلى بركة الله نبدأ في الوصفة نتاعنا. اذا اول خطوه نبدا بها كما راكم تشوفوا، راح نطلع بريس قهوه اروما. شوفوا اللي يحبوا قهوه ثقيله وبنينه وريحتها بزاف هايله تفحفح للبعيد تلقاوها في قهوه اروما. نبداو نطلعوا بريس قهوه اروما، هي الاولى باسكو نحتاجها بارده، يعني نوجدها ونخليها على جنب خاطرش راح نحتاجوها في الوصفه تاعنا، ونحتاجو كميه مليحه تاع القهوه. كما شفتوني درت كاس ونص كاس تاع الماء، ودرت 3 ملاعق كبيره قهوه اروما هكذا باش تجيكم مريقله. راح نطيبوها هنا كما راكم تشوفوا. بعد ما طيبتها راح نخليها على جنب حتى تبرد، نحتاجوها بارده. راح ننتقلوا للمرحله الثانيه، راح نوجد معكم الكريمه. كما قلت لكم الكريمه تاعنا راح تكون اقتصاديه جدا، يعني بمكونات جدا بسيطه. نحتاجوا كاس، وكاس غير ربع من غبرة شونتيي. قياس الكاس اللي استعملته 220 ملي. نزيدو كاس تاع الحليب بارد مليح مليح، يعني راح تنحوه مباشرة من المجمد. نزيد زوج علب كريم ديسير كراميل، نفس الشيء لازم يكونوا باردين مليح مليح. ونزيدو علبة الجبن الطازج اللي كنت نحيته من المجمد، يعني كلش راح يكون بارد. هنا نبدأ نطلع الكريمة تاعنا بالخلاط الكهربائي هكذا كيما راكم تشوفوا، حتى نتحصلوا على هذا القوام. كما راكم تشوفوا راح تحصلوا على قوام خفيف، يعني ماشي ثقيل. وهنا راح نوجدوا القهوه تاعنا بعد ما بردت. بالنسبه ليا راح نستعمل هاد الاكواب، ممكن ديروا يعني نفس الاكواب ولا ديروا على مره في مول كبير، يعني ديروا بحجم عائلي. هنا كما راكم تشوفوا عندنا لي بودواغ، راح نحطوهم في القهوه هكذا، ما تخلوهمش يطبلوا باش ما يذوبولكمش. للامانه فقط هذه الكميه تاع الكريمه اللي حضرتها اليوم معكم راح ادير لكم 7 اكواب. كما قلت لكم هذه الوصفه مناسبه جدا اللي عندهم حفلات النجاح وتحضرهم بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا الطبقة الأولى راح نديرو لي بودواغ اللي كنت حطيتهم في القهوة. وهنا الكريمة تاعنا راح نديروها في لابوش، يعني باش تجينا الخدمة سهلة، ولا تقدروا ديرو بالملعقة، يعني ما يهمش. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما نديروا الكريمه راح نرش عليها الكاكاو، ممكن ديروه ولا تستغناو عليه، ونزيدو لي بودواغ هكذا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وبعد ما نواسي لي بودواغ راح نزيدو الطبقه تاع الكريمه، وبعد ما نكمل راح نحط الاكواب في الثلاجه نخليهم حتى يبردوا مليح، يعني حتى تبرد الكريمه. وبعد ما نحيهم من الثلاجه راح نرش عليهم الكاكاو ونشوفوهم في شكل نهائي فيما بعد ان شاء الله.
إذا هذا هو الشكل النهائي للتحلية، تحلية التيراميسو اللي حضرتها اليوم معكم. حضرنا وصفة اقتصادية سهلة مهلة وبنينة بنينة بنينة بزاف، يعني حبيت نمد لكم فكرة فقط. رانا في وقت المناسبات والأفراح، ولا بالي راكم تحضروا لحفلات النجاح، سواء الأخوات الماكيثات في المنزل يديروا هذا الوصفة كمشروع، مشروع ناجح ومربح، ولا اللي عندهم حفلات يحضروها بهذه الطريقة. وصفة اقتصادية وما تاخذ منكم لا وقت ولا مجهود، وكما راكم تشوفوا تحصلنا على نتيجة أكثر من رائعة. إذا كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم وتطبقوها، واللي راح يجربوها نقول لهم بالصحة ولنا. وفي الأخير ما بقى لي غير نقولكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. انطلعوا في رواحتكم في أمان الله.